جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بينوا لنا خطر البدع في الدين، وهل هذه البدع تخرج المسلم من الدين؟ جزاكم الله خيرا. البدع في الدين خطيرة، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدع شر كلها وخطر على دين المسلم وعلى عقيدته، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة، فإذا جاءت البدع فإنها تحل محل السنن، وما ابتدع قوم بدعة إلا نزع مثلها من الدين، فهي تقضي على الدين الصحيح، وأيضا تؤول أو تكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. والبدع تنقسم إلى أقسام، بعضها أشد من بعض، بعضها يصل إلى حد الكفر، مثل البناء على مثل الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات، هذا كفر بالله عز وجل، أو وسيلة إلى الشرك والكفر، كالبناء على القبور، الطواف بالأضرحة والغلو فيها والصلاة عندها، اتخاذها مساجد، هذا من وسائل الشرك. وقد تكون البدعة كفرا أيضا إذا تعلقت بالاعتقاد، كمقالات الجهمية والمعتزلة، كالقول بخلق القرآن ونفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة لأهل الجنة وغير ذلك من تعطيل الصفات الثابتة في الكتاب والسنة أو نفي الأسماء والصفات، فإن هذا كفر بالله عز وجل يخرج من الملة. وقد تكون البدع تقتضي الفسق في الدين ونقص الإيمان، كالمحدثات في العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي تتفاوت وكلها شر وكلها ضرر على الدين وعلى العقيدة وعلى سير الإنسان في حياته تجاه دينه وفي حق ربه سبحانه وتعالى. ولا يسلم إلا من سلمه الله والتزم بالسنة وحرص عليها وحذر من البدعة. نعم.